وخلينا نقول ايام الشهر الكريم بتجري بسرعه جدا. النهارده يوم 19 رمضان، داخلين على ايام روحانيه عظيمه وهي العشر الاواخر من شهر رمضان. العشر الاواخر بيبقى فيها ليله القدر، وهي ليله خير من الف شهر، افضل ليالي العباده والعمل الصالح في هذه الليله. من عظمه هذه الليله ان بها دعوه لا ترد، عشان كده احنا بنوصي بالاكثار من الدعاء في هذه الليله وخصوصا في العشر الاواخر من رمضان. طبعا ده حقيقه مصطفى، وكمان يعني رسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام قال تحروها في الايام الوتر في العشر الاواخر، عشان كده لسه عندنا فرصه كبيره جدا لازم نغتنمها، نغتنم هذه الايام المباركه في العباده، الطاعه، عمل الخير والتكافل والرحمه. بالمناسبة يعني خلينا نقول إن الأيام الروحانية الرمضانية دي بتتزامن السنة دي مع الأيام الروحانية أيضاً الخاصة بأشقائنا المسيحيين، يعني عندنا بكرة خميس العهد، بعدها الجمعة العظيمة، وبعدها سبت النور، وأحد القيامة أو عيد الفصح. يعني ربنا يتقبل الصيام والدعوات والصلوات من كل المصريين، ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد وفرحة علينا كلنا كشعب مصري سواء مسلمين أو مسيحيين. ده بقى بياخدنا كمان لحاجة مهمة جدا يا مصطفى، حاجة المصريين كلهم بيستنوها كل سنة، هو عيد شم النسيم. الله، شم النسيم بقى يعني فسحة، جناين، فسيخ ورنجة. الحقيقة يعني المناسبة كمان بالمناسبة دي السنة الثانية اللي بيجي فيها شم النسيم شهر رمضان المبارك. أكيد في ناس بقى بتفكر إزاي تقدر تتحايل على الموقف وتاكل فسيخ ورنجة على الفطار. الموضوع ده صعب جدا، موضوع محتاج نصايح طبية وتغذية، أكيد هنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة. بس على أي حال ربنا دايما يا رب يديم علينا لمتنا حوالين بعض ويديم الأعياد على كل المصريين. بتصبح على حضراتكم جميعا، بنبدأ معاكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعادة عليكم جميعا.